اختتمت فعاليات معرض أهلا مدارس بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر. وخلال أيام المعرض تم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق. وها هو معرض أهلا مدارس بأرض المعارض بمدينة نصر قد وصل إلى يومه الأخير بعد 10 أيام استمر خلالها إقبال المواطنين الكثيف على شراء المستلزمات المدرسية والمكتبية والزي المدرسي والحقائب بتخفيضات تبدأ من 20% وتصل إلى 50% في بعض المنتجات. أنا جيت أول يوم وخدت أدوات كتابية ومدرسية، لقيت فيها عن تخفيض، يعني قبل ما أجي سألت برة لقيت هنا تقل حوالي ممكن توصل 40% تخفيض. الاسعار كلها حلوه ما شاء الله، يعني بالنسبه للكتب المدرسيه، بالنسبه للشنط، بالنسبه للاحذيه، الكوتشيات، لبس اليونيفورم، لا كله حلو، اسعاره في متناول الجميع كويس جدا. يعني المعرض ما شاء الله جميل جدا، وفي يعني حاجات مختلفه كتير، وكواليتي كمان حلوه جدا، واسعار مناسبه جدا. انا بصراحه يعني كل سنه يعني باجي، دي تاني مره اجي فيها، بس المعرض لا جميل، وفي ناس كتيره والناس ما شاء الله يعني متعاونين جدا والدنيا حلوه يعني. فعلى مساحه 6000 متر مربع شارك عدد كبير من العارضين وكبرى الشركات المتخصصه في المستلزمات المدرسيه بمنتجاتهم المصريه 100% تحت مظله هذا المعرض، وهو ما يعمق التصنيع المحلي ويحدث رواجا تجاريا. احنا واخدين المعرض ده فري مجانا، محدش من العارضين دافع جنيه واحد في المتر، من أجل أن احنا نقدم سلعة جيدة وبسعر يعني اقتصادي، سعر التكلفة. كل سنة بيبقى أحسن من اللي قبلها، السنة دي الحمد لله الإعلانات كانت كويسة جدا والدعاية كانت كويسة جدا للمعرض، وبالنسبة لنا احنا كتجار كنا الحمد لله يعني عاملين تخفيضات يعني عالية جدا، بحيث نقدر نوصل للمستوى المتوسط وأقل متوسط وبرضو الفوق المتوسط برضو للعملاء. احنا وفرنا كل حاجة للمستهلك، كان عندنا اسعار من يعني القلم الجاف من 15 لغايه 40 جنيه، كل المستويات موجوده، كل حاجه وفرنا لهم، والمعرض السنه دي كان كويس وكان في زحمه وفي اقبال. بالنسبه لينا احنا بنبقى عاملين تخفيضات للملابس القطنيه عندنا، يعني في عندنا حاجات بتوصل من 10 جنيه لحد 20 جنيه و30 جنيه، حاجات كلها مدعمه للشعب يعني. فيما تستمر معارض أهلا مدارس في تلبية احتياجات الأسرة والطالب من خلال 23 معرضا أساسيا و119 فرعيا، إضافة إلى القوافل والمكتبات المتحركة. إقامة معارض أهلا مدارس هنا وبمحافظات الجمهورية استراتيجية تنفذها الدولة في السنوات الأخيرة لتخفيف الأعباء عن الأسرة وتوفير متطلباتها مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد. سالي سلمى، التلفزيون المصري.